أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عباد الله، ما من إنسان إلا وهو يعمل، سواء كان مؤمنا أم كان كافرا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث والهمام. ذلك أنه ما من إنسان إلا وهو يحرث لدنياه أو لآخرته، إما بخير وإما بشر. وما من إنسان إلا وهو يهم بفعل الخيرات أو بفعل السيئات، ثم إن كلا منا سيلاقي ربه عز وجل بعمله ذاك. فمن أحسن فله الحسنى وزيادة، ومن أساء فإن النار مثوى الظالمين، أجارني الله وإياكم. ولو أن كلا منا نظر في نفسه لوجد أنه نشيط في أمور الدنيا، بينما في العبادات والأعمال الصالحات تجد فيه الفتور والكسل. وربما ترك البعض منا العمل بالكلية لأنها طاعة وعبادة مردودها لا يرى في الدنيا إنما في الآخرة. ونسأل الله لنا ولكم العافية. أليس من العجيب أن يتسابق الناس على الحضور المبكر لأعمالهم خشية أن يسجل عليهم تأخر أو غياب، بينما يكسل أحدهم عن أداء صلاة العصر أو الفجر مع المسلمين في المسجد، مع علمه أن التكاسل والتخلف عن الصلاة في المسجد هي من صفات المنافقين، كما ذكر ربنا عز وجل إذ يقول: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذه من صفات المنافقين، فكيف من لا يأتي إلى الصلاة أصلا؟ المنافقون يصلون في المسجد، ولكنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فكيف بمن يأبى الحضور إلى المسجد؟ إن الدنيا عباد الله دار اختبار وابتلاء، بينما الآخرة دار حساب وجزاء، وهذا مما لا يشك فيه مسلم. ومع ذلك نرى من يسابق، ومع ذلك لا نكاد أن نرى
من يتسابق للفوز بدار السعادة والسلام، لأن المسلمين في غفلة معرضون. يجب على المسلم المؤمن الموقن بوعد الله ووعيده، يجب عليه أن يستعد بالأعمال الصالحة ليوم تشخص فيه الأبصار، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر، فإنما خف الحساب على أقوام لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. ينبغي للمؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة، خاصة إذا تيسرت له تلك الأعمال وتعسرت على غيره، كما قال بعض السلف: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسارع فيه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وهذه الأعمال هي زادك إلى الله عز وجل، وكل مسافر يحتاج إلى أن يتزود، كما قال عز من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا انقطع زاد المرء انقطع عن الله، ومحروم والله من قطع عن الله عز وجل. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف العباد بقوله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطائين بقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن كنت خطاءً وإن كنت مذنباً، كلما أذنبت أتبع السيئة بحسنة، فإن الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه يمحو تلك السيئات. والعبد عباد الله إن لم يستغفر ويتب ويعمل من الصالحات ما يكفر به ذنبه، فإن الله تعالى يعاقبه عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. إن لم تتب وتستغفر وتقلع عن منكراتك، فإن عقوبة الله محيطة بك لا محالة. يعاقبك الله في الدنيا بأن ييسر لك المعاصي، تلو المعاصي، حتى تصير من الغافلين، فلا تشعر بذنوبك ولا بمعاصيك، بل تصير الأعمال الصالحة على نفسك ثقيلة كالجبال بسبب تلك الذنوب. وصدق الله تعالى إذ يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كم من المسلمين اليوم من هو من هذا الصنف؟ كم منا عباد الله من يرى أبواب الفتن والمعاصي والفواحش تفتح له فيسر لذلك ويلجها فرحا بها، وما يدري أنها من الله استدراج؟ كم من المسلمين اليوم من استمرأوا الذنوب والمعاصي حتى طمس الله بصيرتهم وانتكست فطرتهم، فتحولت الذنوب عندهم إلى حسنات، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فأصبحوا دعاة إلى الباطل والمعاصي والفساد. ولو أنهم استغفروا الله وأتبعوا سيئاتهم حسنات لغفر الله لهم ولهداهم صراطا مستقيما، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، كم من المسلمين من هو معنا اليوم، من هو بيننا، من هو معاقب بقسوة القلب وقلة الخشوع واستيلاء الغفلة، وهو لا يشعر، وهو لا يعلم، وهو لا يحس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من سائر الذنوب والخطايا، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. حبذا لو تفسحتم في المجالس تقاربوا وتفسحوا يغفر الله لنا ولكم. عباد الله، إن هذه الغفلة التي في قلوبنا لا يزيلها إلا التذكر والتفكر، تذكر الموت وسكراته، والقبر وظلماته، والمحشر وعرصاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. إن كنت في ضيق من مرض أو دين أو هم أو نكد، إن أنت ذكرت الموت شعرت بأن ما أنت فيه من هموم وغموم لا تعد شيئا، فتنشرح أساريرك وينبسط صدرك لذلك. وإن كنت في سعة ونعمة وبذخ وتبذير ثم ذكرت الموت وذكرت القبر وضغطته، زالت عنك مشاعر السرور، وأيقنت بأنك في دار الغرور. من عنده هم أو غم أو دين أو ابتلاء، فإنه في الغالب ما يفعل ما يستطيع من أجل أولاده، من أجل زوجته، من أجل أهله، وربما فعل الحرام، وربما فرط في الواجب من أجل ذلك كله. والله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل أنت موقن بأنك واقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ هل أنت موقن بأن الذين تجمع لهم الأموال من حرام سيفرون منك وتفر منهم يوم القيامة؟ هذه الغفلة التي نحن فيها عباد الله لا يزيلها إلا التفكر في أمر الآخرة، في أمر الناجين جعلني الله وإياكم معهم، وفي أمر الخاسرين نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالناجون يوم القيامة هم المتقون، فهل نحن منهم ومعهم؟ نحن في أفضل مواسم العام، موسم من مواسم الخير والبركة، فهل اتقينا الله عز وجل فيه أم كنا من الغافلين؟ كم من المسلمين من يصلي مع المسلمين في المساجد ويقرؤون القرآن، وكم منهم في الأسواق والطرقات والشالهات غافلون؟ كم من فتياتنا من هن تائبات قانتات عابدات، وكم منهن عند شاشات التلفاز والجوالات عاكفات؟ هل حققنا التقوى التي هي مراد الله عز وجل من فرض الصيام علينا، أم أننا امتنعنا عن الطعام والشراب فحسب؟ إن من المسلمين من يصوم ولكنه يصوم عن الطعام والشراب، ولكن أحواله لم تتغير في رمضان، فهو في نهاره يغتاب ويكذب ويتعامل بالحرام، بينما ليله مليء بالمنكرات ولا يبالي بحرمة الشهر. فهل هذا وأمثاله من المتقين أم هو من الغافلين؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.
فعلينا عباد الله أن نعود إلى رشدنا، وأن نستيقظ من سباتنا وغفلتنا. فكم من رجل أراد أن يتصدق فأخر صدقته، فوافاه الأجل قبل أن يمضيها. وكم من رجل أخر الحج بلا عذر فمات فلم يستطع أن يحج. وثالث مات وهو عاق لوالديه، أو قاطع لرحمه، أو امرأة مات عنها زوجها وهو عنها غضبان. جاء في الأثر: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فلنتق الله عباد الله، ولنبادر بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. فوالله من لم يوفقه الله عز وجل للتوبة والإقلاع عن الذنوب في هذا الشهر، والله إنه لمحروم. جاء عند الطبراني من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. قال عليه الصلاة: قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، ووفقنا للتوبة في هذا الشهر الكريم، ووفقنا للتوبة والرجوع إليك يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بجميل حفظك يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يتعرضون لنفحات دهرك ونفحات رحمتك وموجبات مغفرتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لرفع راية الدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.